بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سنتحدث في إن شاء الله تعالى في هذا المرئي حول الإشراك والاشتراك في الأضحية. الأسئلة اللي كيطرحوا الناس يعني في هذه القضية هذه، أولا ما معنى الإشراك، وثانيا ما معنى الاشتراك، وثالثا متى يجوز الإشراك ومتى يجوز الاشتراك. أولا شنو هو الإشراك في الأضحية؟ الإشراك في الأضحية هو أنني كنشري واحد الحولي وتنشرك معايا خوتي مثلا فقراء أو مساكين ما قدروش أنهم يشريوا، تنجيبهم يعيدوا معايا، أنا اللي شريت تسمى أنني شركتهم معايا، يعني أنني شركتهم معايا وعيدوا معايا، هما ما في استطاعتهمش وما استطعتش أنا باش نشري ليهم مثلا أو لا نقلب ليهم أو لا نشوف اللي يشري ليهم أو كذا، فجاء خويا ولا نسيبي ولا كذا وعيد معايا، هذا كيتسمى الإشراك، الإشراك في الأضحية. ويعني الإشراك جائز في جميع أنواع الأضاحي، سواء شريت البهيمة الصغيرة يعني كبش ولا حولي ولا خروفة ولا معزة ولا عتروس، هذه البهيمة الصغيرة، أو لا في البهيمة الكبيرة شريت ثور أو عجلة أو كنسميوها ضروبة أو لا ناقة مثلا، فالإشراك في هذه الأنواع كلها جائز. أشنا هو الاشتراك؟ الاشتراك هو تنتشاركوا في الثمن ديال الأضحية، بمعنى كنتفارضوا هاد الأضحية مثلا دايره 3000 درهم، حنا ثلاثة الناس كنحطوا 1000 درهم كتسمى الاشتراك، أو لا يعني البهيمة الكبيرة دايره 10000 درهم، حنا أربعة الناس كنحطوا 2500 درهم وكنشريوها ب 10000 درهم، كيتسمى الاشتراك. إذا الفرق بين الإشراك والاشتراك أن الإشراك واحد هو اللي كيشري وتيشرك معاه جوج الناس ولا ثلاثة الناس ولا كذا، والاشتراك هو اللي هم تيشريوا، بمعنى أنهم كيتفاردوا كلهم في الثمن ديال الأضحية. بدينا بالإشراك وقلنا إن الإشراك جائز، حكم الإشراك يعني ما فيه خلاف، ليس هناك خلاف في جواز الإشراك، أن الإنسان تيدخل معاه أخوه ولا شي حد من الأقارب دياله ولا كذا وتيعيد معاه يعني، ولكن هو اللي كيشري بوحده، هو اللي كيشري الأضحية. ننتقل الآن الاشتراك. أول حاجة المتفق عليها أنه لا يجوز الاشتراك يعني في الضأن والماعز، يعني البهيمة الصغيرة اللي هي الحولي أو العنزي، هذا لا يجوز فيه الاشتراك. لما كنقولوا الحولي ذكر أو أنثى، ولما كنقولوا العنزي أو المعزي ذكر أو أنثى، من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين. هاد الأضحية اللي كنسميوها حنايا الأضحية الصغيرة متفق بين العلماء أنه لا يجوز الاشتراك فيها. الحولي ما يمكنش يشريوه جوج الناس ولا ثلاثة الناس ويعيدوا به. العنزي كذلك لا يجوز أنه يدخلوا فيه جوج الناس ولا ثلاثة الناس ولا كذا، لا يجوز. غادي ننتقلوا للبهيمة الكبيرة اللي هي البقر والإبل. البقر يعني كنسميو حنايا البقري، يقدر يكون ذكر ولا أنثى، إما عجل ولا ضروبة. وبالنسبة للجمل أو للناقة، غير الشرط ديال السن ربما راه تكلمنا عليه سابقا، يعني أن البقرة يشترط فيها سنتين والإبل يشترط فيها 5 سنوات، لكن الاشتراك فيه خلاف بين العلماء. بالنسبة للمالكية لا يرون الاشتراك يعني في الإبل والبقر، كما أنهم لا يرون الاشتراك في الماعز والغنم، لا يرون الاشتراك في الإبل والبقر، قالوا يعني الاشتراك عموما لا يجوز إلا في هدي الحج ماشي في الأضحية، قالوا يجوز في الهدي ديال الحج من 2 حتى 7، من 2
يعني حتى السبعة يتشاركوا في الهدي ديال الحج، لكن الأضحية قالوا لا, لا يعني لا ينبغي الاشتراك فيها. غيرهم يعني من المذاهب الأخرى، هناك من العلماء اللي قال قاس الاشتراك في الأضحية على الاشتراك في الهدي، فقالوا يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن يشتركوا في الهدي من 2 إلى 7، فقياسا على ذلك أجازوا الاشتراك في البقرة ذات السنتين أو الناقة ذات 5 سنوات. إذن الخلاصة ديال هذه القضية أن هنا 3 أمور. المسألة الأولى أن الإشراك جائز في جميع أنواع الأنعام، الإشراك أنك تشري وتدخل معك خوتك ولا شي حد من الأقارب، الإشراك جائز في الغنم والبقر والإبل والماعز. الاشتراك المتفق عليه أنه لا يجوز في الغنم ولا يجوز في الماعز، واختلف يعني في الإبل والبقر، المالكية لا يرون الاشتراك يعني في الإبل والبقر، وغيرهم يرون جواز يعني الاشتراك في البقرة ذات 2 سنوات، يعني من 2 الناس حتى 7 الناس، وكذلك في الناقة ذات 5 سنوات من 2 الناس حتى 7 الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا للقيام بهذه الشعيرة العظيمة كما يحب الله تعالى ويرضى. آمين، والحمد لله رب العالمين.